حوار القاهرة مع هشام سليم. $12 مليار مساعدات وصلت مصر من الإمارات والسعودية والكويت بمجرد سقوط حكم الإخوان. الفلوس دي هتروح فين؟ والاقتصاد هيستفيد منها في إيه؟ قبل ما نعرف الإجابة خلوني أرحب بضيوفي في الاستوديو. معايا رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور رشاد عبدو. أهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ والمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية الأستاذ كمال عباس. أهلا يا فندم. وطبعا عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة الدكتور عبد الله النجار. أهلا يا فندم. أهلا بيكم المشاهدين. هو عشان نبتدي يا دكتور رشاد، إيه وضع الاقتصاد؟ كان وضع الاقتصاد ايه بعد فترة سيادة الرئيس مرسي؟ شوف، لابد الاول نقول الاتي. نقول ان مرسي استلم في 1/7 من العام الماضي وانتهت ولايته او غادر في 30/6، ودي بالصدفة العام المالي المصري، وبالتالي هو قعد عام كامل مالي. في العام المالي ده حدث ايه؟ استلم والموازنة بتاعت مصر كان فيها عجز 170، فاوصل عجز الموازنة الى 220 مليار. المديونية استلم، وكانت المديونية بالجنيه المصري، كان عندنا مديونية بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي يعني مديونية محلية ومديونية خارجية. المديونية الداخلية كانت 1149، فانتهت في 30/6 ب 1408 بزيادة 259 مليار جنيه. المديونية بالعملة الأجنبية استلم، والمديونية كانت 33.8 مليار دولار، فغادر والمديونية 45 مليار بزيادة 11.2 مليار. أديك دلالة صغيرة إن رقم 11 مليار ده كبير ولا صغير. إن الرئيس السابق له محمد حسني مبارك استلم وقعد 30 سنة، استلم وكانت المديونية من سلفه الرئيس السادات كانت 22 مليار، غادر وهي 33.8 من 10، يعني اقل. الرئيس مرسي انا بس عايز ايه هدي دلاله على ان كل المديونيه كانت اقل من 12 مليار في 30 سنه، بينما مرسي في عام واحد كانت 11.2 مليار، عشان بس يبقى فيه الدلاله. المديونيه دي كانت المديونيه. طب لو اتكلمت عن البطاله، البطاله استلم مرسي وكانت البطاله في مصر معدلها 10.6 من 10، فانتهى بعد سنه 13.5%. لو اتكلمت عن الأسعار، معدلات التضخم في مصر ارتفعت جدا، لأن كان رئيس مرسي بيهمه جدا هو حكومته أن ياخد قرض الصندوق، فكان مستعد يلبي كل طلبات الصندوق. الصندوق كان عايز إيه؟ كان عايز حاجتين. طول عمر الصندوق من ساعة ما انشئ في سنة 45 عنده شرطين أساسيين عشان يخرج أي دولة. الصندوق ما أنا بس بقول الدلالة برضو تمام. بقول أول شرط كان إيه؟ خفض قيمة العملة. فانخفض العملة في مصر برضو مرسي لما استلم، كان الدولار ب6.06 جنيه، غادرة وهو الدولار ب7.04 جنيه بانخفاض مقداره 17%. دلالة ده ايه؟ دلالة ده ان مصر بتستورد من برة اكتر من 70% من سلعها الغذائية والاساسية. فلما تستورد اكتر من 70% من سلعها الغذائية والدولار مرتفع قوي، يبقى هتبيع البضائع دي في السوق المصري وهي مرتفعة الاسعار جدا، فيعاني المواطن المصري معاناة شديدة. الجزئية برضو اللي بتقول طب مدى الاستعانة بالكفاءات والخبرات، هديك امثلة صغيرة. لما اجي اقول ان مرسي كان واضح من البداية قال انا بستعين بالاهل والعشيرة، حتى لو ما كانوش اكفاء، حتى لو ما كانوش اكفاء. يعني وزير التخطيط المالي في اي دولة دوره ايه؟ دوره انه يشوف الاولويات الماليه للمشروعات المختلفه المقدمه من الوزارات، ويشوف تمويلها ازاي ويديها اولويات في ضوء ايرادات الموارد بتاعته بتنسيق مع وزاره الماليه. يعني ده شغلته كلها شغله ماليه. كان جايب لنا وزير تخطيط شغلته ايه الاساسيه؟ استاذ هندسه ميكانيكا التربه والاساسات، ملوش اي علاقه بالتخطيط. لما اجي الاقي مثلا وزير التخطيط، وزير الاستثمار كان راجل خريج ألسن، مش عاوزين لما نرجع نطلع عن موضوع المساعدات. لا، ما ده الموضوع. انا بقول كنت ما بستعينش بالكفاءات عشان كده الاقتصاد تراجع. المساعدات الخارجيه مهم جدا. انا هسال الاستاذ كمال، الناس البسيطه فرحت بالمساعدات اللي جت دي،
هل الناس البسيطة دي لها نصيب في المساعدات ولا إيه اللي هيحصل فيها؟ هي دي المشكلة الأساسية، إن إحنا بنتكلم عن حجم مساعدات كبير زي ما حضرتك رصدته، 12 مليار دولار قابلين للزيادة أفتكر من خلال الحملة اللي حضرتك أشرت ليها. بس هل السؤال، هل ده عشان نصرفهم في زيت وسكر ويعني في حاجات استهلاكية، ولا عشان نتكلم عن مشكلة نعمل بها فرص عمل؟ هو ده مربط الفرس، لأن أكبر مشكلة إحنا بتواجهنا في مصر، وأنا أفتكر أن 13.5 ده رقم قليل جدا بالنسبة لمعدلات البطالة، لأن إحنا بنتكلم في السنة اللي فاتت دي في 4500 مصنع قفلوا، 4500 مصنع قفلوا، عدد عشرات الالاف من العمال فقدوا وظائفهم نتيجه هذه الاغلاقات. يعني حضرتك بتقول ان المساعدات دي هتخلي المصانع دي تفتح لا تاني. اتمنى دي الفكره ان انا عايز هذه المساعدات، واخد بالك، انها توجه لصالح مشاريع. اشك في ده، لان الحكومه اللي جايه حكومه يعني احنا يعني مش يعني يعني لا تملك انها تعمل، ما عندهاش الفتره الزمنيه اللي تقدر تاسس فيها لانك تبني مصانع، فبالتالي تستوعب في فرص عمل. فهي مساعدات جايه تقول ان يعني المصانع اللي مقفوله دي وكانت بتشتغل قبل كده ما يقدروش يشغلوها تاني. دي مرتبطه بالمناخ السياسي والاقتصادي، مش مرتبطه بالمساعدات. مرتبطه انك انت يبقى عندي مناخ، المصانع دي قفلت ليه؟ المصانع دي قفلت نتيجه الوضع الامني اللي كان متدهور، نتيجه مشاكل مع البنوك، نتيجة العلاقة الغير صحية ما بين أصحاب العمل وما بين العمال، اللي دي نقطة ممكن نتكلم فيها بعدين لأن دي أساس الموضوع. وبالتالي دي عشان أشغل 4500 مصنع مش محتاج المعونة دي الحقيقة، ولكن محتاج أن أنا عندي سياسات تطمينية لرجال الأعمال، عندي سياسات تخص الوضع الأمني اللي لحد الآن لم يستقر. تمام، يعني باختصار او لا، هيستفيد المواطن ولا مش هيستفيد؟ مش هيستفيد على المدى، هيستفيد بشكل مباشر قصير، ولكن مش هيستفيد على المدى الطويل. على المدى الطويل مش هتحل المشاكل الاساسيه. طيب دكتور عبد الله، ربنا سبحانه وتعالى قال واما بنعمه ربك فحدث. نعم، يا ترى ازاي ولي الامر لما تفرج عليه ب 12 مليار دولار يقدر مش عارف اقول ايه، ولكن نقول ان يبقى حرج على الشعب شويه. لا يعني انا عايز اسالك، المليار ده قد ايه يعني؟ كتير يعني، صندوق عربيه يعني ينشال في قد ايه مثلا؟ ما اعرفش والله يعني مقداره قد ايه. احنا بنقول المليار كتير يعني، ألف المفروض 1000 مليون. لا ما هو مش عايز ارقام يعني، ده ينشال مليون. المليار 1000 مليون. يعني لو حطيته في شنطه مثلا، شنطتين، 10 شنط هو يعني لو شيك اسهل. لا هو انا يمكن بالنسبه للاقتصاد، انا يمكن بالنسبه للاستاذ كمال ربما اختلف معه قليلا، واسمح لنفسي أن أتحدث في الاقتصاد. فالاقتصاد يتصل بالشريعة، الإنفاق على السلع الاستهلاكية بيؤدي إلى دورة لرأس المال تدعم صناعة هذه المنتجات وتحقق الكفاية الذاتية للفرد المصري أو للإنسان المصري. الإنسان المصري عانى كثيرا جدا جدا من غلاء الأسعار التي تحدث عنها الدكتور رشاد، وقال إنها وصلت 17.5% في سنة، في هذه السنة المباركة التي حكم فيها الإخوان المسلمون ارتفعت الأسعار، وحصل ذلك الانهيار الفظيع الذي لا أظن أن انهيارا مثله حصل في أي اقتصاد عادي في أي دولة في العالم على امتداد التاريخ، إلا النوادر التي نسمع عنها في بعض الدول ولأسباب لا يدل الناس. يعني هل هيوجهوا ال 12 مليار دول في لا يعني الأطلع. لا يعني تستطيع هذه الفلوس أن تجري كدورة في الدماء الاقتصادية المصرية، فتنشط الاقتصاد بالنسبة على مستوى الاستهلاك الفردي وعلى مستوى تأسيس بنية من المصانع التي يمكن أن تستوعب عدد كبير جدا جدا من الأيدي العاملة وتقلل من مشكلة البطالة. أنا لا أقلل من الإنفاق على الفرد، لأن أنا عايز أخلق فرد يكتفي ذاتيا ويحقق الكفاية الذاتية، هي أساس الحرية السياسية. يعني أنا مش ممكن أخذ رأي مواطن حر وهو جائع لا يجد قوته الضروري ولا يجد انفاقاته الشخصية ولا يجد كفاية أولاده، ويخرج من بيته مهموما مكدودا لا يطمئن على قوت يوم. أنا عايز أحقق الكفاية لكل فرد من أبناء هذا الشعب، والأموال التي جاءت مقصود أن تحقق هذا الغرض.
إنها تشبع الناس، تطعم الناس من جوع، وتحقق لهم الكرامة الإنسانية التي يشعر كل إنسان أنه يعيش في بلده محترما، لا يمد يده لغيره ولا يطلب حاجة من غيره. طبعا إحنا دي خطوة، يعني طبعا إحنا نشكر سمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان، وهم طبعا الخير ده مش 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 غريب عليهم، دول ولاد الشيخ زايد رباهم طبعا تربية غالية، والشيخ زايد ده غالي عند المصريين، يعني غلو لا يضارعه غلو، المصريون يحبون الشيخ زايد ويحبوا أولاد الشيخ زايد حب لا نظير له في أي مكان آخر. وطبعا نحب الدول العربية ونحب أشقائنا السعوديين وأشقائنا في الكويت، والله بنحب كل اللي بيحترمهم جميعا، بس أنا أشعر أن لأولاد الشيخ زايد مكانة خاصة في قلوب المصريين، لأن الناس دي ناس محترمة وناس تربوا على حب مصر، وأبوهم كان حكيم العرب الذي كان يعطي لمصر مكانة خاصة في قلبه. فالحقيقة هم لهم، وخاصة أنهم كانوا أكثر الناس تحملا لإهانات السفهاء الذين تطاولوا عليهم من قبل. فأنا الحقيقة بقى نشكرهم على هذا الأمر، أنهم مصر في قلوبنا، ده مش تصنع وليس شيء غريب عليهم، هم ذلك ليس بمستغرب عنهم، لأنهم يحبون مصر فعلا، والمصريون يحبونهم يبادلونهم حبا بحب، وبالتالي احنا بنشكرهم على هذا الأمر شكرا كثيرا لا يعادله شكر. دكتور رشاد، احنا الدكتور عبد الله بيقول ان الفلوس دي هتقدر نصرفها على الشعب بحيث انه يقدر يزود دخله ويعيش حياه كويسه. يا ترى من الناحيه الثانيه الفلوس دي اللي اتخذت، ممكن احنا عندنا عجز في الاحتياطي النقدي مثلا، الفلوس دي هتقدر تعمل ايه في هذا الاحتياطي؟ وهل ده ما بيزودش العبء على الـ على الـ على الشعب اكتر، ولا ايه اللي بيحصل؟ نكون واضحين، المساعدات محدده، مش بديك الفلوس وانت تتصرف. طب بس اشرح لنا بس الاحتياطي النقدي ده علشان الشعب يفهم يعني ايه بسرعه. الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لأي دولة من الدول ده بالظبط عامل زي الصندوق. لما بتشتغل وتتعامل مع العالم الخارجي وتجيب عملة أجنبية نتيجة السياحة نتيجة التصدير، بتحط في الصندوق ده، فالصندوق يبقى مليان. لما تيجي تستورد أكل للشعب، لما تيجي تحتاج تجيب حاجات أساسية، مكن، معدات وما إلى ذلك، تاخد من الصندوق ده. والمفترض إن الصندوق ده يبقى إيجابي جدا لو أنت خلال العام حطيت فيه أكتر مما سحبت منه. وعشان كده احنا قبل الثورة كان عندنا الصندوق ده فيه 36.1 مليار نتاج عمل المصريين. بعد الثورة نتيجة الانفلات الأمني وتخوف الناس نتيجة تعمل سياحة في مصر، والاستثمارات العربية والأجنبية تخوفت، وكتير من المستثمرين خرجوا برا البلد، فبقيت الصندوق بتطلع منه أكتر ما بتدخل، ففضل الصندوق ينقص 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 لغاية تقريبا ما بقاش فيه حاجة. يعني أنا كنت لسه بقول مرسي لما استلم كان الصندوق ده فيه 15.5، بس دلوقتي بقى فيه 14 مليار، 14.9 مليار. لكن ال 14.9 زي ما انت بتقول فيه جزء مش كبير مش بتاعي، اللي هو اكتر من 11 مليار مش بتوعي. كان على سبيل المثال اخواننا القطريين لوحدهم ليه 7 مليار فيهم، كان 3 سندات و4 ودايع، كان الاتراك ليهم مليار، الليبيين ليهم 2 مليار، وهكذا. يعني قطر هتقدر تاخد فلوسها تاني ولا هتسيبها ولا ايه اللي هيحصل؟ قطر عملت حركه دمها تقيل. يعني ايه؟ يعني وعشان كنت ببدا لسه برضو بيه المساعدات الثلاثه اللي جايين دول عشان اقول الفرق ايه. قطر قالت الاتي، كانت مديانه زي ما قلت لك 3 سندات و4 ودايع، ال4 مليار الودايع دول كان بتاخد عليهم فايده، حطوها موديعه 8 سنين، بتاخد عليهم فايده، بتاخد عليهم فايده كام؟ كان بتاخد 1.1 فايده في المية. لكن بعد كده قالت لا، انا عايز احول الودايع لسندات. ليه؟ لان السندات عملتها شريحتين، الشريحه الاولى كان بتاخد عليها 3.75% فوائد بدل من 1.1، والثانيه كان بتاخد عليها فوائد 4.25%. فده ايه التصور. المساعدات العربيه اللي جايه من الامارات والكويت والسعوديه مختلفه. ليه؟ لانها محدده. الامارات على سبيل المثال بتديك واحد منها، ده انت حر فيه، واحنا الدوله قالت هتاخده عشان تخفض بيه عجز الموازنه، لان قلت لك ان احنا عندنا عجز الموازنه وصل ل 220 مليار. في جزء تاني قال هنديك بيه مشتقات بتروليه. ليه؟ لان انت المصانع بتاعتك متعطله، ما عندكش لا غاز ولا سولار يشغل المصانع، والمصانع توقفت عن العمل.
غير ال 4000 مصنع بيتكلم عليهم الاستاذ كمان. فمصانع كتير بتديله بتقول له باليوم والاثنين اديك طاقه في مصانع. بالاضافه احنا كلنا عارفين ان المحطات الكهرباء بتشتغل بايه، يا اما بالمازوت يا اما بالغاز. طب ده مش موجود، طب هشغلها ازاي؟ وعشان كده كنا لاحظنا الفتره الاخيره انقطاع الكهرباء والمشاكل اللي كانت موجوده في الغاز وفي السولار وفي احنا كنا بن 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 بن, 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 بن كنا عاوزين من الاستاذ كمال يقول لنا احنا هنعمل بس الحته دي بالمره عشان أيوة. تاخد المعلومه على بعضها تمام. فالناس ادوا الاتي، قالوا هنوزع المساعدات ثلاث اجزاء، جزء منها في صوره مشتقات بتروليه عشان تشغل المصانع والمكن أيوة. جزء تاني منها لترد انتوا تصرفوا فيه تمام. الجزء الثالث هحط وديعه في البنك المركزي بدون فائده تمام. ده الاهم بقى لهيم المواطن. ليه؟ لان لما الاحتياطي النقدي يرتفع احنا اتفقنا بنجيب من الاحتياطي ده اكلنا وشربنا. الاحتياطي اللي موجود حاليا ما يكفيش اكل الشعب المصري اكتر من 3 اشهر جايه. فبقى 3 اشهر لو ما عندكش دولارات هتتكشف، خاصه الشهر الاخير نزلت الصندوق بتاعنا نقص 1.1 مليار. فنتيجه كده وصلنا لفوق ال 20 21 مليار. ده هيخليني عندي طمانينه اجيب اكل للشعب المصري اكتر من 6 اشهر ثانيه واحده. معلش استاذ رشدي، مساله بعضها متكامله. معلش يا استاذ كمال، احنا عاوزين نسال دلوقتي الفلوس دي اللي بتيجي هنراقبها ازاي؟ دي مشكله انت سمعنا كده فساد بالظبط، لانك انت الفلوس بتروح فين ومحدش عارف بتروح فين وبتتصرف فين، محدش عارف بتتصرف فين. عاوزين نعرف انت في مشكله انك انت الفلوس دي بتيجي وانت في مرحله انتقاليه يعني ما فيهاش لا برلمان ولا ما فيهاش اي نوع من الرقابه الشعبيه، هي في حكومه انتقاليه واخد بالك. وبالامانه يعني الطريقه بتاعت الحكومه الانتقاليه ما تطمنش، لانك انت يعني لو كنا بنتكلم عن الرقابه والشفافيه انت لو احنا كلنا فاكرين ونفكر الساده المشاهدين معانا ان كان بدا الكلام في تشكيل الحكومه عن حكومه صغيره والمتحدث باسم الرئاسه قال يعني من 15 ل 20 بالكثير، وكلها حكومه كفاءات. الحقيقه الكفاءات دي بقى فيها شك كبير. الحكومه وصلت ل 33 او 32 دلوقتي بعد تعيين وزير النقل اللي حصل النهارده. الاهم ان ما حدش قال لنا ارتفعت من 20 ل 33 ليه. فده بالتالي يثير التخوف اللي عند حضرتك، الفلوس دي هتتصرف فين؟ ولو اتصرفت في غير اماكنها ما حدش هيقول لي ليه، وانا ما عنديش اي اجهزه رقابيه وانا داخل في المرحله. طب نراقب الكلام ده ازاي يعني باختصار برضه؟ مش هتعرف تراقبه، لانك انت بالامانه انت الفلوس دي واخدها عشان تعدي بها المرحله الانتقاليه، عشان تقدر مصر تعمل مرحلة انتقالية في خلال الست شهور الجاية تعمل انتخابات برلمانية ورئاسية. الدكتور الأستاذ كمال بيقول إن مش هنعمل كتير بالمساعدات دي، مش هنقدر نراقب المساعدات دي. حضرتك شايف هنفضل نستنى المساعدات دي لغاية إمتى؟ وإيه اللي علينا كشعب وكعمال وكفلاحين إن إحنا نغير مسألة الفلوس دي اللي احنا عمالين نستلف؟ لا، هي الرقابة، شوف حول حضرتك، هي الرقابة الشعبية يعني موجودة، والمصريون يعني فتحت أعينهم على كل شيء يتعلق بالصالح العام. طبعا محدش دي مصاريف موجودة أو أموال موجودة بتنفق في مشروعات، المشروعات دي لها قيم مالية يستطيع كل إنسان أن يحسبها. ودي مسألة يمكن ربما تكون الرقابة الذاتية للشعب أو للناس يمكن أن تحفظ أو تصون مسار هذه الأموال، إضافة إلى أن الدولة قائمة، الدولة المصرية قائمة وفيها أجهزة رقابية، فيها جهاز الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، كلها أجهزة فاعلة ولها تاريخ مشرف ومحترم، وتستطيع أن تراقب كل هذه العمليات، وإذا اكتشفت أن ثمة انحرافا في الإنفاق أو في التعامل مع هذه الأموال لن تتوانى في تقديم من يسيء استخدام هذا الإنفاق إلى المحاكمة، وما فيش قضية تتعلق بالمال العام بتتقاضى. لا، في وزير استثمار صرف 80,000 ده بالعكس. مرارة تجربة الدكتور مرسي المرارة التي حدثت لتجربة الدكتور مرسي تدل على أنه لن يفلت أحد من العقاب، لأن الدكتور مرسي كان بيتصرف في المال العام تصرف المالك فيما يملكه شخصيا،
ما كانش كان يظن انه لن يحاسب ولن ياتي، ما كان احد منهم يتصور انه سياتي على هذا اليوم. ومع ذلك الان احنا بنحاسبه وسيحاسبه، وغدا سترون انهم سيحاسبون على النقير هنشوفهم ان شاء الله. ولن يتركوا ولن يعودوا الى ممارسه الحياه السياسيه ان شاء الله الا اذا عادوا كما بداوا ان شاء الله. نعرف اللي بيحصل بعد كده وهنعرف ازاي الفلوس راحت. وسنه كامله والحكومه بتطبق خطه تقشف بسبب الظروف اللي فيها البلد، يعني ضرائب مبيعات ودمغه ودخل دمغه وعقارات وارتفاع اسعار وكوبونات بنزين وكوبونات عيش. طيب بعد المساعدات دي هل هيفضل التقشف ولا المواطن هيرتاح؟ الاجابه بعد الفاصل. احب ارحب تاني بضيوفي الدكتور رشاد عبده والاستاذ كمال عباس والدكتور عبد الله النجار، اهلا بيكم. وبعد حوالي 3 شهور من تولي الرئيس المعزول محمد مرسي منصبه، اصدر قانون بزياده ضريبه المبيعات والدخل والدمغه، وقرر تطبيق قانون الضريبه العقاريه، والحكومه فكرت تطبق فكره كوبونات السولار والبنزين. هل كل التقشف ده هيفضل موجود بعد المساعدات العربيه؟ ايه رايك يا دكتور رشاد، هل هيفضل كل الحاجات دي التقشف ده هيفضل موجود بعد كل المساعدات العربيه اللي وصلت لنا؟ ده يتوقف على الاتي. انت عندك لما اجي اشوف السنه اللي فاتت مثلا العجز بتاعك في الموازنه كان جاي منين؟ العجز كان بادئ 140، ايراداتك كلها 333 مليار جنيه، مصروفاتك كانت 533 مليار جنيه، وبالتالي انت عندك عجز 140 من اول يوم. طيب هتجيب العجز ده منين؟ بتطبع اذون خزانه عشان تاخد الكلام ده كله. لما جينا بقى ناخد قرض الصندوق زي ما قلت لك، الصندوق لازم تخفض قيمه الجنيه ولازم تخفض عجز الموازنه. طب الحكومه ما عندهاش حلول، فاضطرت تعمل ايه عشان تجيب فلوس؟ ترفع بقى الجمارك على السلع، وترفع الضرايب، وترفع اسعار السلع وما الى ذلك، وعملت خطه التقشف ده. العالم كله قدامه طريق من اثنين، الميزانيه جانبين ايرادات ومصروفات. العالم الثالث كله يعمل ايه؟ يقولك نضغط المصروفات. يا اخي طب ما تخلي عندك دم وترفع الايرادات. احنا مش عايزين نشتغل، مش عايزين يعني عشان ازود الايرادات دي اعمل ايه؟ لازم اهيئ مناخ الاستثمار عشان تجيلي الاستثمارات العربيه والاجنبيه، لازم احسن المناخ باني ادي ضمانات للمستثمرين انهم مش هتصادر اموالهم، اني اصدر مجموعه من التشريعات تطمن المستثمرين دي كلهم، اني اقضي على الفساد والبيروقراطيه، وما عملناش الكلام ده كله وجينا عشان نضغط المصروفات. اذا الحكومه الجديده أدركت الكلام ده كله، وأدركت أن المساعدات العربية مهمة جدا، لأنها زي ما قلت لك زودت الاحتياطي بتاعتي، وبالتالي خلتني أمنت الشعب المصري من أكله وشربه، والأهم من دي بقى عندي زي ما المؤسسات العالمية قالت مصر مش هتقدر تسدد اللي عليها بديون من الديون الأجنبية، لأن ما عندهاش فلوس تسدد. كده بقول العالم كله أنا عندي فلوس وأقدر أسدد، فده يبعث ثقة لدى المستثمرين فييجوا يستثمروا في مصر، فهتزود الاستثمارات في مصر. يعني هل ده له دعوه بان البنك النقد صندوق النقد الدولي امبارح قال ان ممكن طبعا لان الفلوس زادت لانه اطمن انك تقدر تسدد، لان بقى عندك فلوس، بالاضافه بقى عندك ثقه في النظام الجديد في ان الدوله تقدر تصدر مجموعه من التشريعات تحسن المناخ الاستثماري تجذب الاستثمارات. عايز اطمنك واطمن الساده المواطنين برضو ان مصر المواطن العادي هيستفيد من ده. ليه؟ لان الكلام ده كله لما يحسن بقى يجيب لي مناخ الاستثمار صح ويجيب لي استثمارات صح، واقدر ادي للمستوردين فلوس يجيبوا يستوردوا من بره، خفض سعر الدولار في مصر، اتلغت السوق السوداء. كان لغايه شهرين فاتوا كان الجنيه الدولار وصل 8 جنيه في السوق السوداء، النهارده تقريبا بقى ب 7 جنيه 10 قروش، فرق بينه وبين الرسمي 10 قروش، ده بيساوي ايه؟ لما هستورد السلع هتبقى رخيصه، فالمواطن مش هيعاني زي ما كان بيعاني في مرحله سابقه، انما المساعدات دي حطتنا على بدايه الطريق. انا بحطك على بدايه الطريق، الدور دورك بقى. لازم يبقى في حوار مجتمعي، لازم في حوار مع النقابات والاتحادات العماليه علشان نبطل المطالب الفئويه، نبطل المظاهرات والاحتجاجات، السياسيين يبطلوا التشهدات الشخصيه عشان ابتدي انطلق واشغل المجتمع. دكتور رشاد هضطر اقطعك تاني. استاذ كمال، انتوا كمنظمات حقوقيه هتحاولوا ازاي تلغوا الزيادات اللي حصلت في الضرائب وتمنعوا التقشف؟ لا انت حضرتك مركز على فكره الزيادات دي بتاعت الضرائب اللي هي حصلت فعلا وشكلت اعباء على المواطنين. لا انت مش واخد بالك من النقطه الثانيه، او اغلب هي طبقت في الشارع لكن مجمده يعني. لا، انا اقصد على النقطه الثانيه، السنه دي اللي حكم فيها الدكتور مرسي هي السنه الوحيده اللي موظفي الحكومه والعمال ما خدوش العلاوه الاجتماعيه.
تعرف ان كان في كل عيد عمان خدش المرتبات. أيوة. لا بتزيد المرتبات، لا دي زيادة حقيقية بتحصل في مرتبات الناس، الناس بتبقى محتاجها سواء العمال وموظفي الدولة واصحاب المعاشات اللي هم بيساووا 16 مليون في من المجتمع المصري. العلاوة الاجتماعية اللي صرفها الدكتور مرسي بتاعت الرئيس الاسبق بقى حسني مبارك، لان الرئيس الاسبق حسني مبارك كان مدي في 2008 كل خمس سنين بتضاف على اساس المرتب، فهي اضيفت اوتوماتيك. فبالتالي انت هنا الاوضاع مع ارتفاع الاسعار، فانت عندك 16 مليون هم حالتهم الاقتصاديه نزلت مش ارتفع، نزلت بالك، وما حصلش ليهم اي مسانده. طب وهنساعدهم ازاي ولا انتوا في ايديكم تعملوا ايه؟ هتساعدهم بالكلام اللي بيقوله الدكتور رشاد. احنا 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 بقى في ايدينا نقول ايه؟ احنا في ايدينا نقول ان احنا في الحاله دي احنا عايزين استقرار في 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 المجتمع، هيؤدي لحاجتين. اولا هيؤدي لتنشيط السياحه اللي فيها 550 ألف وظيفة فقدت خلال الأعوام الماضية طبقا لتقارير الغرفة السياحية. هينشط سوق البنى والتشييد اللي فيه حوالي 150 ألف فرصة عمل. دكتور عبد الله، أخش بقى على نقطة الحر الاجتماعي بعد الدكتور عبد الله إن شاء الله. دكتور عبد الله، كيف ينظر الإسلام إلى ضرورة الاقتصاد والتدبير لما يكون في أزمة، وأيضا كمان لما ربنا يفرجها علينا؟ الإسلام بيقول إيه في حاجة زي الإسلام بيقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني المظاهر الإسراف وترشيد الإنفاق من ضمن من أهم الأمور التي يجب أن يتخلق بها الناس في وقت الأزمات، لأن الإسلام يكره أن يمد الإنسان يده سائلا أو حتى طالبا قرض. يعني طلب القرض في ذاته يعتبر شيء محرم بحسب الأصل بالنسبة لمن يطلب القرض، والرسول صلى الله عليه وسلم نفر من السؤال حتى كان الصحابة يتحرجون أن يسألوا بعضهم أتفه الأشياء، أن يناول بعضهم صوتا وقع منه يقود به دابته أو غير ذلك من الأشياء البسيطة، من شدة تنفير النبي صلى الله عليه وسلم من مد الأيدي طلبا للقرض. لكن بالنسبه طلبا للقرض، القرض بالذات تبقى لما توظف، بس انا هتكلم في الحته دي، قرض ووظفته في مشروع انتاجي وطلعت انتاج يا دكتور رشاد. انا اتكلم في ملعبي فدعني اتكلم. لا ما هو القرض ليس النبي صلى الله عليه وسلم ارميله الكوره بعد كده استاذ عبد الله عشان يرد عليك، هسيب حضرتك ترد عليه بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستقرض لا يستقرض الا عن حاجه، يعني الأصل التحريم، إلا إذا طرأت حاجة فيبقى الإباحة هنا استثناء من الأصل وهو التحريم. لكن أنا مش عايز أضيع من ذهني حتة إن النظام السابق، مش النظام السابق اللي هو ما هو، إحنا عندنا نظم سابقة انهارت كثيرة في سنوات فترة صغيرة، وعندنا فلول كانوا فلول الرئيس الأسبق، وعندنا فلول محدثين الآن، الفلول النظام السابق وفلول النظام الأسبق، يعني عندنا الحمد لله فلول من أنواع كثيرة. أنا أذكر الدكتور رشاد بقانون السكوك، قانون العار الذي أخرج أحشاء مصر وحولها إلى أشياء تباع لمن يدفع الثمن من أي جنسية من جنسيات العالم. هذا القانون اسمه قانون العار، وأنا أطالب برئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أن يوقف فورا العمل بهذا القانون. هذا القانون العار الذي يعرض معلش فاضل وقت بسيط جدا، ندي الدكتور رشاد وقت بس يرد على حضرتك دكتور عبد الله، لأن قلنا هندي له الوقت. شوف هو بالدرجة الأولى الآتي، فضل لنا حوالي دقيقتين للعلم ماشي للبرنامج كله. لا بيتوقف على انت بتاخد الفلوس دي تعمل بيها ايه. لو انا النهارده علم التمويل تقدم جدا، لو انا واخد النهارده الفلوس دي القرض ده وكنت قبل كده بستورد سلع من بلاد الكفره، مش هقول حتى من الخارج، النهارده جالي حد خد قرض من البنك عمل بيه مشروع وجاب المكن وطلع الانتاج شغل ولاد المسلمين وضخ انتاج وبطلت استورد من بره وصدرت وجبت عمله اجنبيه لبلدي عشان ما مدش ايدي لحد من صندوق الدوله وغيره، هل ده يبقى نوع وحش؟ لا مش وحش. التمويل هنا له انواع واشكال مختلفه، في تمويل من خلال القرض وده نوع من الاستلاف زيه زي السندات، وفي نوع تاني بان انا دخلك شريك معايا اللي هو نظام الاسهم.
الاسهم، وده شيء صحي جدا. انا بطرح مشروع جيد جدا بس ما عنديش فلوس كفايه، فبطرح اسهم عشان الاخرين يساهموا معايا واعمل المشروع علشان اشغل الناس. في وسيله ثالثه ولتكن الصكوك. الصكوك قالوا انها احدى الوسائل والادوات الاسلاميه. الصكوك زيها زي غيرها وسيله بتجمع اموال علشان تشغل، بس المهم بوجهها ازاي يا دكتور؟ هو ده السؤال. تبيع لو انا تبيع اعيان مصر؟ ما انا بس لا، ما ده غلط. تبيع مشروعات مصر؟ تبيع اصول مصر؟ ما هو حاجه لو انا دلوقتي بعمل المشروع ده، هو كان معمول بالدرجه الاولى مشروع الصكوك ده لسبب اساسي. السبب الاساسي ايه؟ تغطية وزير المالية اللي كان من الإخوان، إنه الراجل ما عندوش فلوس وعايز يقول صندوق النقد الدولي بسرعة أنا عشان في نص دقيقة، فباخد الفلوس دي عندي في الاستثمارات 64 مليار في الموازنة، هاخد السكوك دي أعمل بيها مشروعات الموازنة وأوفر 64. طب ما جابهاش ليه عن طريق سندات؟ يعني نرجع شكرا. هنطلع فاصل تاني بعد الهجوم. 23 شهر ومصر بتحاول تاخد قرض من صندوق النقد الدولي، واجهنا صعوبات كتير وقدمنا تنازلات أكتر علشان ناخد القرض من غير أي نتيجة، لكن بعد سقوط حكم الإخوان جالنا 3 أضعاف القرض من غير أي شروط. يا ترى هل مصر لسه محتاجة القرض؟ بعد الفاصل اسمعوا الإجابة. من شهر 8/2011 ومن أيام المجلس العسكري وإحنا بنحاول ناخد قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليون دولار، لكن أنا آسف مليار دولار، لكن بمجرد رحيل الدكتور محمد مرسي جالنا من الإمارات والسعودية والكويت 12 مليار دولار. دكتور رشاد، إحنا لسه محتاجين القرض ده ولا إيه؟ هيتوقف على الحكومة وهتعمل إيه وبتفكر إزاي. الحكومة عندها مشكلتين بصراحة شديدة. أنا كنت متفائل خير قوي ب30/6 وإن هتيجي وزارة قوية جدا، جاءت وزارة ضعيفة جدا وغير متوقعة، لا رئيس الوزراء ولا نائب رئيس الوزراء. ليه حضرتك بتقول ضعيفة جدا؟ ازاي لحقت تحكم عليها كده؟ اولا هي جاب خليط، مجموعة من حكومة رشيق، من حكومة نظيف، وبعضهم من حكومة جنزوري، وبعضهم من حكومة وكأن مصر ما فيهاش كوادر خالص. بس دول لسه ما اشتغلوش. دول لا، كل دول اشتغلوا قبل كده من قبل، في دول الوزراء يعني قبل كده سابقين. احنا قلنا كانت الظروف وحشة زمان، فليه ما يبقوش أحسن دلوقتي ما دام الظروف تحسنت؟ اقول لك ليه. لان انت النهارده جيت وفهمتهم وهم من عندهم انطباع قوي جدا احنا حكومه مؤقته، فمن اذا كان عنده انطباع ان حكومه مؤقته فمش هياخد قرارات، فدي نصيبه. مشكله كبيره جدا انك بتقول انا مؤقت، انا ماليش دعوه، انا 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 انتقالي، قاعد يوم اتنين شهر اتنين وماشي. اخطر ما فيها انه حب يرضي الكل، فجاب جزء من الحكومه يميني جدا وجزء من الحكومه يساري جدا وحطتهم في بعض، وانا بقول لك هيضربوا في بعض ويتقشوا في بعض والخساره هو المواطن المصري. طب ما هو قبل كده جابهم من فصيل واحد وما وصلناش حاجه. النهارده انتم متضايقين، احنا متضايقين انه أيوة من فصائل مختلفه. أيوة، وبعدين نعمل ايه يعني؟ ايوه، لان احنا كنا بنتكلم عن الكفاءات. احنا الفصيل اللي فات كان بيجيب الاهل والعشيره، وجبت لك امثله قلت لا بلاش الامثله. طب خلينا بعيد عن الحكومه في وجهه نظر حضرتك، خلينا بعيد عن الحكومه في وجهه نظر حضرتك، احنا محتاجين هذا القرض وهنعمل بيه ايه؟ ايوه، ما هو ده الحكومه هتشتغل ازاي، الخطط بتاعتها ايه، تصوراتها ايه. يعني انا متصور الاتي، كل وزير اقتصادي النهارده المفروض لو هو بيفهم ولو عنده حس وطني هو لوحده مش قادر ينجح ويقدر يعمل نقله اقتصاديه، حتى لو رشاد عبده وانا استاذهم. انما انا بقول الاتي، لازم يشكل معاه فريق عمل، سميها بقى لجنه فنيه، لجنه استشاريه، اي ما نكون، من افضل الخبرات الاقتصاديه من بره مصر ومن جوه مصر. تعمل له حاجتين، تعمل له ايقاف لنزيف الاقتصاد المصري اللي بينزف النهارده، لتوضع له خطه قصيره اجل، تضع له مجموعه من تشريعات القوانين الجاذبه والداعمه والضامنه للاستثمار والمستثمرين. استاذ كمال، ايه رايك؟ ايه رايك في الكلام ده؟ ما انا شايف ان حضرتك عاوز تتكلم. لا استناني بس استناني. احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن في ثوره يوم حصلت 30 يونيو. خلينا نتكلم عن القرض، مش عاوزين نخش في. انا خليني في القرض. لا بس الاول الحكومه. انا متمسك ان الحكومه دي ذات مهام انتقالية، وان هي مهمتها ان هي تنقل المجتمع المصري على الارضية الاستقرار ان شاء الله. وده هيحتاج وقت على الاقل قصير يعني. انا بالمناسبة لما كانت موضوع القرض مطروح وكان هنا مدير مبعوث صندوق النقد الدولي والفريق بتاعه، انا قابلته
ضمن مجموعه من القيادات النقابيه اللي هم طلبوا اللقاء بيهم وقابلتهم، وطرحنا لهم كل التخوفات اللي عندنا. وكانت التخوفات دي نمره واحد، انك انت بتتكلم على انك انك انت هتاخد قرض غير مراقب، لان احنا ما عندناش برلمان، فكره المشروعيه. عشان كده انا بقول ان صندوق النقد الدولي ده مش مكانه المناقشه خالص، لانه مش هيجي. لو حتى احنا عايزين القرض، القرض مش هيجي مع إلا انهم قالوا امبارح انهم موافقوا على القرض. ما اعتقدش، كتب في الجرايد يعني. ما اعتقدش، ما اعتقدش. واخد بالك؟ ما علينا. انا الحقيقه عشان اضمن ان هذا القرض، انا بشكل عام انا ضد القرض، ولكن لو هناخد القرض يبقى لازم القرض زي حضرتك ما كنت بتقول يا استاذ هشام، احنا هل هيوجه لمشاريع ولا برضه هناكل بيه ونشرب؟ لازم يوجه لمشاريع، بحيث ان هو يبقى فعلا مرتبط بخطه، بخطه التنميه. ما الحكومه دي مش هتلحق تعمل لا اي مشاريع. يبقى خلاص بقى، يبقى انتقاليه. يبقى استنى لما تيجي 8 اشهر. يبقى استنى لما يحصل عندي الاستقرار السياسي، وساعتها اخد القرض. طيب القرض ده نعمل فيه ايه لغايه ما يحصل؟ لا استنى، انا شغال بالفلوس اللي عندي الست شهور بتاعه المرحله الانتقاليه. الحاجه الاهم من كده هي شروط الصندوق. خلي بالك احنا كشعب مصري عندنا تاريخيا احنا مقروصين من الصندوق ده، خد بالك. مش بس قصه السد العالي، ولكن العمال اللي طلعوا على المعاش المبكر كانت روجته الصندوق، المصانع اللي اتباعت كانت روجته الصندوق. فهو جاي النهارده عشان يحط عليا فروض، زي ما قال الدكتور رشاد في الاول، قال لك مش عارف سعر العمله وكل الحاجات دي اللي ادت لزياده الضرايب على البسطاء. طب ثانيه واحده، فهنا انا بتكلم عن قرض هيبقى معادي لحقوق الغلابه في مصر. طيب خلينا نسال ثانيه واحده، حاجه صغيره. لا هي بس عشان تساعد الدكتور. تمام. ايه هو دور الصندوق في اي قرض في اي دوله من الدول؟ بيعمل ايه؟ دوره ايه؟ فقط طبقا للائحه الاساسيه بتاعته والنظام الاساسي بتاعه، لا يقرض الدوله الا في حالتين اثنين: علاج خلل مالي مؤقت، علاج عجز في الموازنه في المدى القصير. انما تشغيل فلوس ومشروعات لا يحق له عمدا. عشان تمام. بس اصور عشان الدكتور عبد الله. في صندوق التبرعات اللي هو 30/6/30/6 ده اتعمل اللي اعلن عنه مؤخرا، هل ده هيغنينا من القروض بعد كده ولا هنعمل ايه؟ وبالنسبه للي عاوز يزكي واحنا في رمضان، هل لو اتبرع لهذا الصندوق هتبقى نوع من الزكاه ولا لا؟ نعم. هو بالنسبه لاعتبار صندوق الدوله مصرف من مصارف الزكاه، ده مصرف شرعي معتبر ويصدق عليه أو يستدل عليه بقول الله تعالى وفي سبيل الله، لأن الفقهاء كانوا مختلفين في معنى في سبيل الله، هل يراد به الجهاد أو المصالح العامة. أنا شايف أن إنفاقه في هذا المجال اللي هو سد العجز في ميزانية الدولة بما يجعلها تقوم بحقوق الناس وكفاية الأمن الغذائي للمواطنين جميعا، أعتقد أن ذلك يعتبر هو التطبيق المماثل أو الذي يوافق فقه النوازل لقول الله تعالى وفي سبيل الله. فأنا شايف أنه هو يعتبر مصرف كويس جدا جدا، ويستطيع كل من معه مال فائض أن يضع هذا المال دون إخلال بحقوق الفقراء أو يعني أو أن يكون ذلك على حساب الفئات التي تحتاج إلى الصدقة أو إلى الزكاة بطريق يعني أكثر عجلة من هذا أو أكثر استحقاقا من هذا المصرف. لكن أنا الحقيقة بالنسبة للحكومة، يعني تعليقا على ما قاله الدكتور رشاد، أنا شايف أن وجود الحكومة أيا ما كان تكوينها، سواء كانت عن طريق الخلطة السياسية التي تحدث عنها أو كانت عن طريق حكومة التكنوقراط أو الخبرة كما قالوا، أنا بحاجة إلى وجود حكومة الآن لتملغ الفراغ السياسي الذي خلفه رحيل الرئيس المنخلع، لأن احنا عندنا مخلوع ومنخلع. الرئيس المخلوع محمد مرسي كان لابد من شغل الظروف السياسية التي خلت بانتهاء مهلة الوزارة السابقة بوجود هذه الوزارة حتى تستطيع أن تسير الأعمال. مش عارف الدكتور رشاد يبدو مش عاجبه الكلام. هو عاوز لعلي ذكرته بشيء. الأمر الثاني، وأنا أرجو من الدكتور رشاد نديله دقيقتين طيب يرد على حضرتك، يرد عليه ثاني، أن يؤازرني في موضوع السكوك. أنا أرجو أن يتحدث بصراحة. السكوك التي تفتح أحشاء مصر
وتعرضها للبيع لمن يشتري هذه الأحشاء بالمال. أنا أرجو من رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الوزراء أو من بيدهم الأمر أو من المسؤولين الآن أن يوقفوا العمل بهذا القانون فورا دكتور قبل مصر. أن تترتب عليه آثار لا يمكن تداركها وتتعلق بأحشاء مصر وبثروة مصر وبكيان مصر حتى لا تباع مصر، تقطع مصر إربا إربا وتباع لمن وهل يدفع. هل القرض ده اللي احنا محتاجين ان تبقى شهادة ان نقدر نستلف، هل ده احنا محتاجينه ولا نعمل فيه؟ هو احنا دينا ثلاث نقاط. الصندوق 30/6 كويس قوي عشان نحفز الناس، نخلي الناس تحس بالحس الوطني اكتر، المشاركة، ودي نقطة مهمة جدا، العالم كله بيتكلم عن البارتيسيبيشن والمشاركة، لكن أهم من المشاركة حسن إدارة الأموال اللي في الصندوق، اختيار مجلس إدارة أو مجلس أمناء يعرف يوظف الفلوس دي، عشان ده اللي هيعالج ما كان بيتكلم عنه الأستاذ كمال، ده اللي يتعامل بيه المشروعات بقى، مشروعات قومية كبرى عملاقة أخلق بيها فرص عمل. احنا عايزين نتكلم عن صندوق النقد الدولي. ما أنا بس بكلمك في الاثنين. طيب. برضه صندوق النقد المصري. الصندوق. فالجزئية بتاعت الصندوق كانت مهمة جدا علشان بتخدمني جدا في جزئية إنها هتخلق لي فرص عمل، وعشان كده ده مهم. مع مراعاة إن الصندوق ده تبرعاته معظمها بالجنيه المصري. أنا العجز الجنيه المصري لو زنقت هطبعه. طب في كان سدري أيام اللي بيقولوا أيام الرئيس حسني مبارك كان في صناديق تانية ولسه ما اتفتحتش ومش عارفين الصناديق الخاصة. لا الصناديق الخاصة ده موضوع تاني. ده إيه اللي تم فيها وفين الفلوس دي وعملوا بيها؟ ما زالت قائمة ويتم الصرف منها بلا أي شفافية. طيب بس انت عايز كلمه صديق خاصه ما تلزمنيش بالدقيقتين ما فيش هنعمل ايه صديق خاصه موضوع تعمل عنه حاجه كان في تداخل مستحرف كل وزاره مسكوها الاخوان كانوا بياخدوا مرتباتهم بعشرات الالاف من هذه الصناديق الخاصه صندوق النقد والسكوك اللي بيتكلم عنهم الدكتور ايوه السكوك يا دكتور زيها زي الانترنت انت في الانترنت ممكن او انا وانت اثنين واحد يخش يتفرج على موقع اباحيه وواحد تاني يخش على مكتبه كونجرس امريكي وتثقف وتعلم الوسيله واحده هي الايه هي الانترنت السكوك ممكن تمول مشروعات ايجابيه بدليل الامارات السكوك شغاله فيها كويس قوي يا سياده الدكتور السكوك التي صدر بها قانون محدد ومعروف قول لي هي ايه هل دي تتفق مع مصلحه مصر السكوك التي صدر بها قانون ان احنا قدامنا ما تقولش يحتمل او كذا السكوك التي صدر بها قانون من مجلس الشورى هل هذه سكوك وطنيه هل تحفظ امن الوطن اكمل يا دكتور السكوك وسيلة من وسائل التمويل يمكن صدرت من خلالها اتكلم على القانون اللي صدر يا دكتور خلص كلامي يا دكتور انا لا اتكلم عن كلام نظري انا اتكلم عن قانون السكوك الذي صدر في عهد مرسي القانون اللي بيتيح للغير انه يشتري على كمل يا دكتور على العموم الموضوع كبير وما هنضطر نطلع على اللي صدرت من مجلس الشورى كلها محتاج لإعادة صياغة احنا عاوزين احنا بنبتدي من جديد بعد احنا بنبتدي من جديد وفي نهاية الحلقة بشكر ضيوفي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور رشاد عبده شكرا يا فندم والمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية الأستاذ كمال عباس شكرا يا فندم وعضو مجمع البحوث الأسلامية بالأزهر الشريف وعضو مجمع الفقه الأسلامي الدولي بجدة الدكتور عبدالله النجار شكرا لكم جزيلا أما بالنسبة للمشاهدين فتصبحوا على خير ونتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله.